عمي قاعد خالد ماكو زاير بعد راح يعبر هسه جيب الزوار كلها تاكل تمام تروح غسل وجهك وتا يلا روح يلا روح روح جاسم بعد ما دبرونا غير خالد الله ان شاء الله صار لكم ساعه صيحون ما نزل ولا واحد هسه راح يجي ابو حسين وشوف شو راح يسوي لكم بي ميرسي ماما بفهم ان شاء الله هسه هو ايران وانا ما اعرفه هو جاهز على موكب ما يقول لك كربله وين لا 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 هو جلس سمت له بعد سمت له لا هو ما عزم هذا عزم هو استحضر يلا صباح الخير شلونكم شباب هاي تحضيرات مال ريوق جاسم ان شاء الله ايش راح اسوي لك اليوم سياح ابيض سياح ابيض مقتضى جاي يسوي شاي شطه ها انا ما اشوفك نصرك منها صح طبعا ذاك محمد جاي يسوي شاي اليوم مهمه محمد عشان خلينا انت جاي تشطب سوي وايد دخن دخن ها جاسم بس سؤال راح من وديك شباب هسه قدامكم هو يسوي سياح ابيض هاي مال يسترون بها بوتيتو وباذنجان ايش دخلها بسياح ابيض؟ بصل ها؟ بصل هاي ترم بصل؟ ما انا ترم البصل مشكور بويا قاعد 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 القائد قاعد ها هاي راد هدين جاسم والله يمكن شكله مو شكله يمكن شو خلكم يعني صراحة نجهز الطباخات محمد جاهز يجهز الشاي وانا طبعا مهم ترى حق البيض وابو عباس هسه قاعد النسوان عوالي جاني يسيحن هنا وخلوكم يعني وشوفنا شو راح نكمل السياح والبيض ونوزع تابعونا بشوفوا خالد من راح تجي الزوار ايش راح يسوي هسه جهزنا هذا البيض وهذا البصل وهاي الطاوه وهذن مرات السياح كمناهم وهذا مقتدى هنا جاي يسوي بالعجين مال السياح ها مقتدى شنو دبرت العجين لا دبرت العجين وما دبرته لا يدبرها اه والله يدبرها عمي ما اظن جاسم يمه يدبرها ويدبر اكبر واحد جاسم شنو جاسم العملاق جاسم العملاق مال العجين اليوم جاسم عاجن دش العجانه شباب شوفوها ولقيت امه هناك بالشادر لقيتها تلطم ولازم اثنين سشاشين يا بشكو قال جاسم خرب العجين جيبوا لي اياه جيبوا لي خلنا قصبه يلا مقتدى بعد اليوم العجين عليك مو على جاسم غير جاسم المي شو يقول لك مقتدى خليه تمام اي وحده وحده حتى ما يذب برازك يذب المي هواي له شويه انت وحده وحده ذب وياه عرفني جاسم اي مقادير مقادير بحيث تمام الله يساعدك بعد شوي مهمتك شو تسوي ما تخلي زاير يعبر من هنا يا يعبر جيب انا قلت تعال تريك تمام بسم الله الرحمن الرحيم هذا البيض وعباس جاي يسوون هانه ومحمد جاي يوزع طبعا ما يشوفون المتابعين الزوار جو علينا ايوه صيح صيح كرار بعد عمك صيح تفضل يا زاهر يلا صيح مشيهم وهسه راح ابلش بشغلات تقلات البيض نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم خلي البصل اللهم خلي اول فقره عليكم انا متجعص يلا ابوي صيح صيح يا صار كرار انا برا انا برا ابوك يا ابيض عمي قاعد خالد ماكو زاير بعد راح يعبر هسه جيب الزوار كلها تاكل تمام تروح غسل وجهك وتا يلا روح يلا روح روح جاسم بعد ما دبرونا غير خالد الله ان شاء الله صار لكم ساعه صيحون ما نزل ولا واحد هسه راح يجي ابو حسين وشوف شو راح يسوي لكم بي شباب راح اخلي المايك يم خالد ونشوف شلون يسحب الزوار شوفوا شو يسوي شلون يسولف وهي الزاير يعني يسحب الزاير لو يطير تفضل ابو حسين ابو حسين تفضل اوه لا اله الا الله لا اله الا الله لا مسلح لا محمد سوالف محمد يا ربي ربي من الله واديت من الله واديت انت حليف على سياسه شوي اصبر شوي اي نعم راشد تعال تعال حبيبي ما تسمع ما تسمع تسفيه ما تسمع تعال هنا تعال يلا اتفضل حليب يلا اشرب زين لا تعال من لا يجي يلا جماعه زين عشان حليب يلا هدي احمد والله العظيم احمد فاحت تسيف نذر انا عبر الواد انت لا تعبر عبر ورفع عن الشرف التسيف جامع عب عليه الجمع اي لا تذر كان تبي لا تسي يا سواد بيشوفونه تقول هذا النذر هسه شوف عين واد مسلم انا شوفها اي لا اي انا تسي بلا تفت تسي يلا سلام حبيبي نفهم نعم يا حبيبي ها يلا سالم
وراحي عنده حليب عنده بيض عنده شاي عادي عم انا حبيبي امام امام بفهم كبير ايراني امام صادق ها والله دي كم تيالو كم تيالو بعد سبع تيالو ها افطار من متصحي مع افطار تيالو افطار تيالو ها لا افطار ها لا افطار ميرسي مامو بفهم ان شاء الله درمان ليه مامو هسه هو ايراني وانا ما اعرفه هو جاي يسال على موكب ما يقول لك كربلاء وين لا 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 هو قال لك كم تلو بعد كم تلو تروح لا هو ما عزم هذا عزم هو استحوى يقول لك الموكب قلت له جاسم هذا ما يطيح زعمه طيح شويه بشبر ما يمنع المسح لا شبر ما يطيح والله قرار ورا شيل بيرك شيل ايش بالقاع ها والله شعمه بالعباس حرام على تتر ليده هي على تفسر هو انا يبتم عايش يبتم توت ريت يبت بيض توت حليب وطاحت الملعب على ثلاثه سويت عب على طايتين اه مو انا مو انا ها اكل قاع شوف هذاك اي شوفه هذا شوفه هو هذا سوى الماي بالقاع شوفه هو سوى الماي شوفه ولا شنو ها؟ شوف مسلم طين انا انا طاحت علي انا بيك انا تفصل روح شوي هذا ما يصير سلام على على هذا شوية يلا بيدار شوي تعال 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 وين هذا حليب هذا الشاي عندنا وين ها عجي كل ساعه لا 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 شارب شاي ولا تشعفر على حبيبي ولا بتشفيه وتجي حبيبي تشعمه ها شنها كذا كذا شويه اي هاتي عادم لا شيء اه وياي روح شب روح دروع آه ما يشرب ما يشرب ايه قول قول ها سلام حبي بفاهمة ابيع ايه وين سوالك ايش؟ ما اه هذا شيء حوي شيء تفضع ايه تحري شب ايه حوي شاك انا بلي وعيب لا تسوي الواد ميوعني الواد متعباني لا تسوي لي فيلم هلا تتشرفه تفضل عزيزي تاع الموت انا هذا فيلم كلام من فيلم مشهور يلا يلا شب شب هذي وين رايح؟ ها؟ هذا انت حليب يا ربي يا ربي لا مطلع على محمد ولا محمد تعال ربي يا حاتم شباب شباب جات معلومه بعد حلو والله والله اه والله اه تعال شوي يا شباب بس عليك والله شربنا شاي شربت اثنين يلا حلوه تعدنا واتب شعب شعب يا حلوه بس ذات الذي ذاته هذا هو اي فر من بالا اي فر من بالا يلا تعال هسه حليب ما يشرب شاي راح يشرب لا لا راح يشرب شاي الشاي موجود القران كل شيء شرب هذا تفضل من مرة هذا تفضل شباب شوف 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 يحكي على حسون ايش تريد تحكي عليه ايش تحكي عليه؟ اي حطينا بيه دواء اي لك اي حطينا بيه اي اي ودامتت ودامتت اي ودامتت على حوارك وذا اقول لك اقول لك اوك يا اهل بساسر سيد مو يا اهل بساسر سيد ها اقول لك كل شيء بيحاطي
حاطين بيه شكر وحاطين بيه ماي. ليش تحكي عليني؟ اصل انا شفتك بالفيلم تقول ذاك الولد، تقول لي هذا نذل علي. ليش؟ هذا مو نذل، واحد فرد كلمة كلها هذا نذل. انا سمعتك تقول علي يد، علي يد تقول له نذل. ليش؟ ولا تحته تحب تحبه ثاني. بس ليش تقول للزاير تقول له هذا نذل؟ حاره يقول واحد فرد ولد نذل. وانت تأشر عليه انا شفتك تقول له ذاك نذل. ليش؟ مو عيب؟ لا ما هو عيب. تعال علي. لا تعال علي. لا تعال علي. ليش تحكي عليه؟ ليش تحكي عليه؟ عبد الله اليوم تسبيح هذا غدا مفطح يوع اللون كله عمك وعمك تدري والله يمكن مفطح يمكن لا في الطوارئ حلوه انت مو خاصك بعد اذا انت هنا اذا انت قاعد ما نايم ما يسوون مفطح اذا تنام يسوون مفطح ليه كيف لي؟ يعني احنا ناكل هذا اي ما يسوونك مفطح ولا اقول لك تفضل لا اشكرك وايد ممنون ممنون